كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ. ونوه الرئيس السيسي إلى أن النجاح لن يتحقق إلا من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات. مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات، سواء المسار التفاوضي الحكومي والمحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ، والذي سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت تمثل داعما رئيسيا لعمل المناخ الدولي، والتي سنعمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام التي سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تساهم في إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة.